مرحبا حضراتكم مرة تانية. الأهلي زي ما كلنا عارفين خلص دور مجموعات متأهلا لدور ربع النهائي، وأمامه أكيد منافسات قوية جدا ومصيرية، خلينا نقول نحو بقى النجمة العاشرة، وكمان هيرجع لمنافساته المحلية في الكاس والدوري. خلينا نرحب بالناقد الرياضي خالد الإتربي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، ونسأل بقى في كل الملفات اللي أنا ذكرتها مع حضراتكم. صباح الفل. صباح الفل. مطقمين احنا النهارده، يعني لو متفقين مش هنعمل كده. كل سنه وانت طيب يا خالد، وان شاء الله يا رمضان كريم عليك حبيبي، ربنا يخليك. ودايما جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي ومبسوط بالنادي الاهلي. اللهم امين. احنا طبعا زي ما الهواند بتقول احنا عندنا مجموعه ملفات نتكلم معاك يعني عنها، سواء افريقيا او محليا. نبتدي بايه؟ ماتش سيمبا اللي فات، ولا نتكلم في مباراه النصر القادمه في الكاس، او مباراه الزمالك القادمه في الدوري؟ اختار يا ريس، واللي تشاور عليه هنتكلم فيه. احنا عايزين نبدا سخنين على طول. يلا. انا عايز ابدا بمعالجه الاعلام لتاهل الاهلي وخروج نادي الزمالك من البطوله، ومش عايز حد يقول لي احنا في قناه النادي الاهلي. انا مش هتكلم على الزمالك كفريق، انا هتكلم على معالجه الاعلام لتاهل فريقين او حظوظ فريقين او كلام عن فريقين خلال الفتره اللي فاتت كلها، ونشوف ونقارن النظره عامله ازاي، ونشوف الامور هل ده يستقيم ولا لا. حلو. انا عارف ان ده خارج الاطار اللي انتوا محضرين له، بس هنرجع الحاجات دي برضه. معلش، عشان هو الموضوع بحكم شغلك انت بتكون مراقب وبتكون شايف الامور ماشيه ازاي. طبعا. فلازم مين اللي في البطوله؟ الاهلي والزمالك، فلازم تشوف والاثنين من بلد واحد والاثنين اعلام واحد، فطبيعي انك المعالجه تبقى واحده. يعني لما اشوف ان النادي الاهلي تاهل وحقق المطلوب، ويتقال في الإعلام كله بعد المباراة تأهل فاز النادي الأهلي، ولكن الأمور، أنا قلت على فكرة بعنوان على اليوتيوب، قلت فاز الأهلي ولكن، إنما ولكن دي معنى إيه؟ بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، والسلبيات إيه والإيجابيات إيه، لكن في النهاية أنت حققت المطلوب. في النهاية ما ينفعش نهد في اللعيبة أو أهد في الفريق، فلما يكون اول كلمه او اول تعليق من الاعلام الاهلي فاز بس، ونفضل شغالين على ان موسيماني ما بيحققش المطلوب، موسيماني ما قدمش الشكل المطلوب، ونقول ان الفرقه فيها ازمات وفيها مشاكل والكلام كثير، وان اللعيبه متضايقه من كلام موسيماني الكثير، وكلام كثير بيطلع في الاعلام. على الجهه المقابله وفي نفس البطوله وفي نفس الفريق، هنا فريق لم يحقق المطلوب، وكان اول كلام خرج الزمالك ولكن. لا كده الميزان مش مظبوط، عندنا مشكله في ولكن كده، الموضوع مش مظبوط كده. انت قدمت ولكن عندي واخرت ولكن في الجهه المقابله او النادي المقابل، وانا مش ضد ده. انا مع انك تتكلم في السلبيات والايجابيات، لكن الميزان يكون واحد. يمكن عشان الملابسات، صعودك انت وخروجه هو، ملهاش علاقه. هي الملابسات في النهايه، النتيجه النهائيه ايه؟ انا الفريق الناجح، انا الفريق المتاهل، انا الفريق اللي وصل، انما الفريق الاخر لم يصل. الفكره فين هنا؟ انا عايز حد بس يقول لي المعيار. المعيار اللي انت حكمت بيه انك تهد في فريق وانك تبني في فريق او انك تعزز قوه فريق هو اصلا لما يتاهل، هي دي الفكره. انا بس نفسي اسال السؤال ده، جوده الاداء ممكن تكون هي المعيار؟ لا عمر ما كان جوده الاداء هي المعيار، عمرها ما كانت المعيار. المعيار الاول هو تحقيق المطلوب، ده الاول. انا هستفيد ايه؟ عارف انا هستفيد ايه لو انا لعبت كويس وما فزتش او لعبت كويس والنتيجه ما خدمتنيش فخرجت من البطوله؟ مش هو ده المعيار ان المفروض الاعلام يتكلم بيه او يحكم بيه؟ انا ما بحبش اعيش دور المظلوميه او دور ان الناس متربصه لي او جايه عليا، انما لا، واحده واحده كده ونبص ونشوف. احنا هنا في قناه النادي الاهلي، واحنا كنقاد اهلاويه ومحسوبين على النادي الاهلي، بنقول الصح وبنقول الغلط، بنقول عايزين ايه، نزود ايه، عايزين مثلا معدل اللياقه البدنيه يرتفع، عايزين الاصابات تقل، عايزين يكون في تدوير، بنقول احنا. حتى موسيماني بيقول، يعني مدير الفني عندنا بيبقى حريص انه يقول. ما بنخبيش، يعني انا كاعلام اصلا تابع ويخص النادي الاهلي ما بخبيش ده، وما بتكلمش حاجه تخبي ده بالزبط. انما يكون الاعلام هو اللي بيعزز. خد بالك كمان انت بتتكلم في توقيت برضه، وممكن تطرح سؤال يقول لك
هو النادي الاهلي ما بيبصش للكلام ده، لا هو النادي الاهلي كنادي اهلي ما بيبصش للكلام ده وبيلعب فيما يخصه وبيدوس على كل الكلام ده. انما في جزئيه مهمه، الاعلام يوجه وله دور توجيهي للجماهير. ما هو ممكن حضرتك والاداء ده مثلا، الاداء يكون بحكم اجهاد المباريات، باجهاد او ضغط المباريات، يكون عندك نوع من الاجهاد، يكون عندك اصابات كتير، وبالتالي انت كمدير فني او كلاعب تطلع تحاول تطلع بفوز بس باقل الخسائر، بس اكيد اكيد الاداء هيكون متراجع. ممكن وانت كاعلام بتكلمني وتقول لي ان الاهلي متراجع وان الاهلي اداء وحش، ده يخلي اللي شايف ده فعلا يزيد في ده ويزيد في الضغط على فرقتي، يزيد في الضغط على اللعيبه. اللعيبه دلوقتي بقت متواصله على السوشيال ميديا بشكل كبير، وبتشوف السوشيال ميديا بشكل كبير. بص على السوشيال ميديا بعد مباريات الاهلي دلوقتي كلها هجوم على اللعيبه، جزء كبير جدا، والجزء الاخر في ان هو بيحاول يتصدى للكلام ده، يقول لك خد بالك ده الاعلام عايز ده. طب انت ليه تحط نفسك كاعلام في الجزئيه دي وفي نفس الوقت بتلاقي الناحيه الثانيه شد من هم من ازم وشحذ الهمم؟ طب انا دلوقتي عندي مباراه قمه اللي جايه بعد مباراه الكاس، عندي مباراه قمه، انت دلوقتي كاعلام بتعزز من دور او بتقوي دور فريق خسران وفريق خارج وعمال تهد في فريق. بس دي مش اول مره تحصل، يعني اعتقد برضو في سلسله دلوقتي يعني هجمات زي كده بتحصل كل فتره مع الاهلي. انا بتكلم عشان كده، عشان كده انا قلت ايه، انا عارف ان سياسه قناه النادي الاهلي وعارف سياسه اعلام النادي الاهلي هو انك بتترفع، انما في اوقات لابد انك تحط مواجهه وتحط الامور في نصابها الطبيعي، وخاصه لو كان الاعلام طبيعي في قنوات عامه مش قنوات متخصصه. وارد ده يحصل من قناه نادي الزمالك، ده وارد، ده قناه متخصصه، وارد يكون ده او قناه تابعه للنادي، فوارد يكون ده من ضمن مخططات ان هو عايز يضعف من هممك او ايا كان قبل مباراه القمه، او ده نوع او توجه عنده، ده ما عنديش، بس ما يكونش توجه الاعلام. انا عايز اضيف على النقطه دي بقى كمان حاجه مهمه جدا، انا بتابع كتير اونلاين حتى البرامج اللي هي بتبقى اونلاين، شخص ما يعني في المجال الرياضي له اسم برضو، شفت له النهارده الصبح الفيديو ده، هو كان عامله امبارح بالليل، بيتكلم عن الديلز الجديده اللي هيعملها النادي الاهلي وكان هو بيتحدث باسم النادي الاهلي. طب حضرتك جبت المعلومات دي منين؟ يعني الصفق ده ما هو ممكن يضر يا فندم، تقصد انتقالات؟ مش انتقالات، في ناس ديلز شراء لعيبه وحاجات زي كده، يعني في ناس من كتر ما يقول لك انفراد انفراد انفراد، ممكن يعني. انا قلت لنفسي فلان الفلاني ده يجيب جون واحد من الانفرادات اللي بنفردها كل يوم. عارف انت ده مثلا ده مهاجم، عارف انت المهاجم الفاشل اللي انت كل شويه يروح انفراد وما يجيبش جون ويحط كره جنب العارضه فوق العارضه، ده اعتقد ان الانفرادات ما بتروحش ناحيه المرمى اساسا. بس دلوقتي بقت الحكايه كلها مبنيه بالكامل على فكره الترند وعلى فكره نسب المشاهده العاليه اللي غالبا مش بتتحقق غير من خلال اثاره لغط، ايجاد مشكله، استحداث معضله. هو يعني الفكره دي كلها انك بتعمل ايه، وده نهج وتوجه عند بعض الناس. تشوف مثلا 10 او 15 لاعب عليهم العين كويسين مثلا، او انت لو مكان اي حد ممكن تفكر فيهم، فكل يوم تطلع تقول الاهلي يفكر في فلان، الاهلي يفكر في فلان، الاهلي يفكر في فلان، وانفراد وقنبله مدويه وكل حاجه. فمثلا بتقول كل يوم على مدار 15 يوم او 30 يوم بتقول 30 اسم، فطبيعي ان النادي الاهلي مش هيخرج بره ال 30 اسم، فيجيب واحد من ال 30 اسم مثلا يعني، فتطلع تاني يوم كم انفراد يا سيدي؟ طب و29 و29 خدوا مني المعلومه وحاجات غريبه كده. راحوا فين؟ واسمع مني يا بيه، واسمع مني يا استاذ. لو عايز اقول لك على حاجه، ده اتكلم كمان في ان الاهلي هيمشي فلان وهيجيب مكانه فلان، يعني برضه نوع من الانواع الكلام ده مش منطقي. هل من المنطقي والطبيعي يعني ان انا دوري هيخلص لحد دلوقتي والتقديرات المبدئيه بتاعته من غير بدون اي تاجيلات، التقديرات بتاعته ان هو يخلص يوم 30/9 ومفيش انتقالات بالنسبه لي؟ يعني هل انا كنادي مثلا همشي لاعب ازاي قبل نهايه الدوري؟ لا هو بيتكلم على الموسم يعني. ما هو اوكي ماشي، انا همشي ازاي؟ الموسم بيخلص بس برضه ما تتكلمش عنها يعني. انا بالعقل، انا في شهر كام دلوقتي؟ انت دلوقتي لو بتتكلم لسه 5 شهور كاملين، هل في نادي بياخد قرار بالاستغناء عن لاعب قبل نهايه الموسم ب5 شهور؟ ما هو للاسف مش معلومه مثلا غلط، ده ليه تاثير مش حلو على الفريق، ليه تاثير مش حلو على اللاعب، فالدنيا مش مظبوطه كده. هو مفيش ميثاق شرف اعلامي رياضي
يسيطر على الكلام ده. شفت الابتسامه دي مع المنطق بليغ جدا على فكره. لا فسر لنا طالما صباح الخير يبقى خلاص واضح هو كده جاي. مساق الشرف الاعلامي ده معناه انك هتقول خبر متزن، والخبر المتزن دلوقتي بالنسبه لبعض الناس كتير ما يصنعش ترند. الترند انك تفرقع، مش مشكله بعد كده يحصل ايه، مش مشكله الناس تفتكر اني كذاب ولا لا، مش مشكله ان ده هيشكك في مصداقيتي ولا لا، او هيطعن في مصداقيتي ولا لا. لا هو الفكره كلها انا هعمل كام فيو، انا هعمل كام ريتويت، انا هعمل كام لايك للتويت او الفيسبوك او على اليوتيوب بالمناسبه. يعني كل ده هو ده المستهدف دلوقتي. الناس والناس بتنسى، وممكن لو لاحظت التعليقات الناس على الفيديوهات اللي بتتعمل، في مثلا 10 يقول لك انت كذاب وانت مثلا قلت خبر غلط، وفي 90% او 70% يقول لك الله. الناس بتلعب على فكره النسيان، او الناس بتشوف كتير، او المحب للحاجات دي بيشوفوا فيديوهات كتير في اليوم، وبالتالي ممكن ينسى فلان قال ايه. هو اللي يهمه دلوقتي انه قال الكلام، ايوه يردد الكلام اللي بيقول عليه انفراد، يقول لك شفت فلان انفرد. طب يا سيدي، طب ما هو ضيع قبل كده 90%. والطبيعي ان الميثاق الشرف اللي انت بتتكلم عنه يا كريم، الطبيعي ان 90% اللي يبقى صح، وال10% ان يكون اجتهادك فيهم ما صادفش الصواب. وانا بقول لك اجتهاد كمان، مش ضرب، لا اجتهاد. يعني انت اجتهدت، كلمت فلان وعلان انا امبارح كان عندي، معلش لو مش عارف وقت في فاصل ولا لا، انا امبارح كان عندي معلومات معينه عن النادي الاهلي وشبه مؤكده بالنسبه لي، انما كان معلومه ناقصه ما رضيتش اتكلم فيها او اطلع بيها، واخرتها 4 ساعات لحد ما استنى واتاكد واشوف، لان الكلمه محسوبه. وقلتها امبارح، ما تقولها دلوقتي. لا، معلومات عن اصابات لعيبه النادي الاهلي ومين هيغيب قد ايه والكلام ده كله، كانش ينفع ان في توقيت انا اطلع اتكلم واقول فلان هيغيب مثلا عن القمه والناس تلاقيه في الملعب. صح. الناس هتنسى على فكره، في بعض في ناس كتير ينسى، انما انا مش هنسى. هي دي الفكره كلها، انت هتنسى ايه او انت بتستهدف ايه، هي دي الفكره. لو كل واحد، على فكره صلاح اللي بيحصل في الكوره من صلاح الاعلام، على فكره الاثنين هي كلها منظومه، ما ينفعش تفصل ده عن ده. عشان كده قلت لك نبدا السخنين الاول. لما شفت بعد الاهلي وبعد الزمالك، لا الكفتين والمعيار مش متساويين خالص. ادينا سخنا وولعنا الدنيا في النقطه الاولانيه. نرجع بقى للسؤال الاولاني، هل تحب نتكلم عن لقاء سيمبا التنزاني اللي فات، ولا مباراه النصر ضد النادي الاهلي في الكاس، ولا الزمالك في الدوري؟ لا نتكلم عن، نتكلم عموما، ولا عايز نتكلم إيه؟ عن النادي الاهلي في مباراه سيمبا. حلو. والانتقادات اللي وجهت للنادي الاهلي في مباراه سيمبا، لان انتقادات لازم نتكلم عنها. لازم انت الاول تشوف كنادي اهلي مطلوب منك ايه الفتره اللي جايه. الناس شافت المستوى بتاع الاهلي قدام سيمبا فقلقت، وعندك حق. بس لازم، وانت قبل ما اقول لك عندك حق، لازم تعرف حاجه واحده وحاجه مهمه جدا. ايا كان لعب الكوره ده اكيد بشر مش اله. فايا كان انك تخلي لاعب عنده دوافع وهو اوريدي متاهل، دي بتبقى صعبه على الجهاز الفني. اصعب شيء على الجهاز الفني، اي جهاز فني مش النادي الاهلي بس، انه يخلق دوافع في مباراة خالية شوية من الدوافع. بمعنى انا متأهل وكده كده صعد تاني، وعندي مباراة زمالك، طب انا اجهد نفسي بالشكل المبالغ فيه ليه؟ خاصة ان اللعيبة قلقت بعد اصابة اجاي. لازم تحس ده بشر. هو شايف ان زميله اللي هو نازل معاه بنفس الدوافع اللي عملها له المدير الفني اصيب بفضل برضه، او يرجع الى ايه؟ للاجهاد اللي متوالي، وان اللعيبه ما بتريحش، وبالتالي انا ممكن اكون زي اجاي. اجاي مثلا اصيب اصابه عضليه وممكن يغيب فتره طويله، طب ما انا ممكن ابقى زيه. لا، طب ما انا اخد بالي، انا عايز العب مباراه الزمالك، انا عايز اكون موجود في القمه، انا عايز اكسب الزمالك، انا اكيد هريح مباراه النصر. كل ده في دماغ اللعيبه، محدش يقدر يقول ان ده مش في دماغه. انت هتقول لي انت كان لازم تكسب سيمبا وسيمبا ما كانش ينفع يكسبني، طب ما اريد انا كسبان وهكسبه، بس هكسبه ازاي؟ باقل مجهود. ده وارد يكون كان موجود في دماغ اللعيبه او تفكيرهم، ده لازم تحطه في بالك، لازم تحطه في بالك انك مش على طول هتقدم الكره كويسه. هتقول ان احنا بقالنا فتره ما بنعملش ده، هقول لك الفرقه فعلا مجهده. ده ياخدنا لجزئيه مهمه وقلناها قبل كده على فكره، انا من وجهه نظري على موسيماني ان يختار التدوير للفريق بمزاجه افضل ما يكون غصب عنه.
بمعنى لو ما يضطرش بقى لما اللاعب نفسه يكون اهلك يعني هو اضطر للماتش اللي هو للاسف احنا عندنا حتى كان في الخبر معانا محمد هاني وبواليا وياسر يمكن كلهم لا هو بواليا عشان الام المعده عنده حاجات هو في المعده انما محمد هاني خارج وكلها اصابات عضليه محمد هاني ياسر ابراهيم اجاي وكلها اصابات عضليه وده الاغلب واللي هتلاقيه لو استمر نفس الحال اللي هتلاقيه الفتره اللي جايه برضو هتبقى اصابات عضليه من وجهه نظري لابد ان يكون في اجتماع كده بين ثلاث افراد او ثلاث عناصر في الجهاز الفني او في فريق الكوره بين موسيماني وبين مخطط الاحمال وبين طبيب الفريق ولازم يتعمل فكره معينه في انك ازاي تطلع باقل الخسائر من الفتره دي هو في خساره تحصل ده لازم تقولش بقى انت بتبشر لا لازم في انت شطارتك دلوقتي انك تقللها او تمنعها عارف انت ماشي انا عارف بس انت كمان عارف مضطرين نطلع فاصل يا اكسرانس وهنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا اتفضل طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه وبنتكلم ما كنا استاذ خالد قبل الفاصل عن فكره هنا ازاي موسيماني يقدر يعود مره ثانيه او يستكمل بقى ما هو قادم من مباريات يعني فاصله دون يعني او باقل خسائر خلينا نقول ان صح التعبير ما زي ما اقول يعني زي ما قلنا ان احنا لازم يكون في اجتماع بين الثلاثه بين الجهاز الطبي وبين مخطط الاحمال وبين موسيماني كل واحد لازم يقول وجهه نظره في الموضوع ونخرج لانك عندك في ابريل مباريات كتير لعبت مباريات ولسه هتلعب مباريات كتير فدي مشكله صحيح. مشكله كبيره كمان لان جسم اللاعب الكوره جسم الطبيعي اصلا بيحتاج علشان عودة من الاستشفاء وانه يعوض اللي فقده من سوائل ومن من حاجات في العضلات والكلام ده كله الوقت بيحتاج من 48 ل 72 ساعه فانت مثلا ممكن يتقال له في بين المباريات بلاش شغل بدني كبير للعيبه ويكون اللعيبه المشاركه الحمل عليهم اقل من اللعيبه اللي نزلت مثلا احتياطي طب ما هو المنطق يقول ان الاجتماع اللي انت بتتكلم عليه ده المفروض يكون حصل له بتاع مثلا 15 20 مره الفتره اللي فاتت لوحدها لا لا, لا 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 لابد ان الفتره دي يكون لها اعداد تاني اللي هو بيحصل بشكل دوري في اوقات معينه لابد ان يكون الفتره دي طوارئ ليه لانك بالتلاتة شايف يعني محمد هاني اجاي كله يعني باتنين تلاتة وكلها اصابات عضليه ضمه خلفيه فلا لازم يكون ده محط دراسه ومحط تحرك سريع لان ما عندكش وقت انك تخسر لاعب كمان وخاصه اللي بيطلع له بالاسبوعين بالتلاتة يعني ما ياخدش فانت طبعاً. فجاه ممكن تلاقي مثلا نفسك داخل في الادوار المتقدمه في بطوله افريقيا ناقص اربع خمس لعيبه ست لعيبه كمان ناقص قبل دول ناقص عليه معلول برده اصابه عضليه في الاصابات مش كتيره عندنا برده ولا الموضوع عادي ما هو ده بسبب ايه بسبب يعني الضغط ده موجود على الكل مش على النادي الاهلي بس ولكن الاصابات الاكثر يعني حظا او نصيبا كمان بصراحه ممكن كمان كمدير فني اشوف ان انا لعبت مثلا لاعب اربع خمس مباريات ورا بعض وانا عندي ليه بديل طب ما انا لازم اراجع نفسي طب ما اشيء زي ما قلنا التدوير بمزاجي مش غصب عني أيوة. يعني احمد رمضان بيكا قدم مباراه كويسه جدا قدام سيمبا في الباك اليمين طب انا اكيد كمدير فني شايف ده طول الفتره اللي فاتت في التمرين ان عندي عنصر مميز وكويس اسمه احمد رمضان بيكا فممكن بقى يحصل مراجعه بيني وبين نفسي طب انا ما اديتلوش ليه قبل كده طب ده مش يخليني ابص تاني رام ربيعه قدم مباراه هايله قدام سيمبا مع انه متاح بالنسبه لي طب ما ده كان يخليني برضو ابص طيب احنا هنرجع مره تانية اكيد نستكمل بس خلينا نروح بقى نتابع دلوقتي وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لكابتن محمود الخطيب عشان زي ما كنا بنقول لحضراتكم انا وكريم في بدايه الحلقه الاعلان بقى عن كافه التفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك بين هنا النادي الاهلي والجامعه الامريكيه ضمن طبعا الدور المجتمعي للنادي. في البدايه برحب بالسيد فرانسيس تشيردوني رئيس الجامعة الأمريكية وجميع الأساتذة الأفاضل قيادات الجامعة وجميع السادة الحضور النهاردة الحقيقة يمكن برضو من اللحظات اللي بتبقى لحظات بالنسبة لنا لحظات يعني سعيدة إن احنا نتفاعل مع أعضائنا ومع جماهيرنا ونتفاعل مع مسمى كبير جدا هو تحت لواء النادي الأهلي النادي الأهلي مش نادي رياضي بس
النادي الأهلي مش بيسعى دايما لتحقيق انتصارات وبطولات رياضية فقط. النادي الأهلي عليه مسؤولية مجتمعية كبيرة، إن النادي الأهلي مسؤول وسط بلدنا الحبيبة مصر والأمة العربية والأفريقية وأمام العالم كله، إن يكون ليه دور مجتمعي. من بدايتنا واحنا بنفكر، يعني لا برجع بقى من 3 سنين ونص تقريبا، واحنا بنفكر ان احنا نقدم، يعني نتقدم لخدمة النادي الاهلي. فكرنا كمجموعة مجلس ادارة، فكرنا كلنا مع بعض، قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام والزام امام الجميع ان احنا ازاي نخدم النادي الاهلي ونخدم المجتمع، ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي، لا دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا، لان التعاون في التعليم كان ضمن اهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الاهلي. والنهاردة هنحقق هذا الامر الحمد لله. برضو كنا بنكلف كل الزملاء اعضاء مجلس الإدارة، كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البدايه المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الامر، الى ان يتم النهارده هذا الموضوع. النهارده النادي الاهلي كيان كبير جدا، الجامعه الامريكيه كيان تعليمي كبير جدا، التعاون بينهم اكيد ان شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية، احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا، ازاي بتدير مؤسسة كبيرة، ازاي يكون عندك نوع من انواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي. ادارة المنشآت الرياضية محتاجة يعني محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الاهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا، إزاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع أن هو، أو طبعا أشخاص كتير إن شاء الله يستطيع أن هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية إدارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده أمر أعتقد أن هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية، أمر أعتقد أنه هو يعني يفخر به النادي الأهلي وأعضائه، أن كل واحد فيهم النهاردة بيحس فعلا أن احنا متجهين اتجاه آخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لأن احنا نشارك في تطوير الإنسان. أهم حاجة عندنا الإنسان أو المواطن، ده مهم جدا جدا. احنا كل مؤسسة رياضية أو غير رياضية تستطيع أن تقدم شيء للمواطن المصري يريد تقدمه، لأن احنا في النهاية ده كله ده هيجتمع في النهاية لتطور بلدنا بإذن الله، وده الأمر اللي احنا بننهجه جميعا أو نتمناه جميعا بإذن الله. احنا سعداء جدا بوجود حضراتكم، وعايز أترك أنا المساحة لأي استفسار لسيد رئيس الجامعة سيد فرانسيس. لو في حد عايز أي حاجة مني أنا تحت أمره. بشكركم وبشكر حضور كل الحضور مرة تانية. شكرا. ده جزء من كلمة كابتن بيبو، ويمكن أنا وأنت كريم اتكلمنا في المقدمة عن الموضوع ده وقد إيه حاجة محترمة جدا يعني صحيح. بيقدمها النادي الأهلي. صحيح، رأيك إيه في اللي بيحصل ده يا إكسلانس على الصعيد يعني التنمية المجتمعية؟ طبعا كابتن محمود الخطيب قال النادي الأهلي بيحقق بطولات ويهمه الدور المجتمعي، أنا بعتبر إن ده كمان بطولة. الدور المجتمعي النادي الأهلي بيعمله بيحقق بطولة جديدة تضاف إلى الرياضة المصرية، إنك إزاي تخرج كوادر. إحنا للأسف الفترة اللي فاتت كلها بنعاني
ان اغلب العاملين في الوسط الرياضي غير مؤهل ككادر اداري ككادر رياضي. فانك تطلع حد بالتعاون مع الجامعه الامريكيه وانك تكون اللي عندك المبادره والرياده كعاده النادي الاهلي دايما اللي هو اللي دايما بيبص لقدام. النادي الاهلي هو ده، وكما اشار الكابتن محمود الخطيب ان ده كان كمان جزء او من احد بنود برنامج عائله الاهلي اللي كان في الحمله الانتخابيه للكابتن محمود الخطيب ومجلسه مجلس اداره النادي الاهلي، ان كان في بنود كتير جدا حاول مجلس اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها انه يحققها في ظل ظروف صعبه جدا جدا طبعا. اقتصاديا ما كانش حد عامل حساب ان في حاجه اسمها كورونا موجوده صحيح. فانك تقدر تحقق كل ده وانك تكون مصمم انك تعمل ده، فده شيء كويس جدا. وفي كمان حاجه لفتت انتباهي، النادي الاهلي بيتحرك في كل اموره الاداريه بنظام مؤسسي ملفات، كل عضو مجلس اداره له ملف ومسؤول. فالنادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم في الاول نسب الانجاز للمجلس الاداره بشكل كامل وشكل مؤسسي، ثم ما نسيش انه يدي الملف او يعلن عن صاحب المتحرك في الملف هو الدكتور محمد سراج الدين، زيه زي كل اعضاء المجالس مجلس الاداره في الملفات الاخرى. لما يكون في شيء او ملف تاني عاملين لي مؤتمر، فالكابتن محمود الخطيب بيجيب اسم المجلس او باسم النادي الاهلي بشكل عام ويخص اللي عامل على الملف بشكل خاص. النادي الاهلي شايف زي ما يعني الحاجات الكبيره والصغيره ما بتفوتش، عشان كده النادي الاهلي في مكان تاني. النادي الاهلي في مكان تاني لانه بيفكر بشكل مؤسسي. فبنحيي مجلس اداره النادي الاهلي وبنحيي اي حد انه ينتهج هذا النهج او يمشي بالشكل ده او على الخطه دي. فيعني خطوه كويسه جدا يعني. حلو. رائع جدا. نرجع معاك بقى تاني كابتن خالد، واحنا يعني ناقشنا بشكل اكثر تفصيلا يعني او ركزنا قوي في قصه هنا الاهلي والحفاظ على المستوى وفكره هنا دايما يكون في بديل، ويعني اعتقد في ضغط كبير برضو ممكن يكون بيقع على المدير الفني تحديدا، هنكلم باتسو موسيماني، وده برضو مش احسن حاجه احنا كنا نتمناها، ولكن وقع الامر كده، وده اللي عرضه زي ما انت قلت في بدايه الحلقه او الفقره لانتقادات عديده من بعض النقاد او غيره، وهنرجع نقولها على وجه برضو حق او على غير، انت بقى بتشوف على وجه حق او غير، لان دي نقطه برضو بيختلف فيها نقاد رياضيين كتير. الفكره زي ما قلنا المعيار الاول انك تحقق المطلوب، بعد كده بتدور على الشكل الجمالي. بالظبط. ده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده مش معناه ان انا حتى لما بتكلم مع كابتن سيد لما بيقول لي او حتى بيقول في التلفزيون أيوة. احنا عايزين افضل من كده، لان ده النادي الاهلي طبيعي انه يمتع جماهيره، جماهير النادي الاهلي بتبص لقدام. زي ما قلنا مجلس اداره النادي الاهلي بيبص لقدام، فهو بيحسب كده، انا لو الاداء دلوقتي متراجع هعمل ايه قدام صن داونز؟ ايوه. هعمل ايه قدام الترجي؟ هعمل ايه قدام الوداد في الادوار المتقدمه؟ ما هو اكيد انا ما لعبتش الترجي دلوقتي وما لعبتش الوداد دلوقتي، فما تحسبش ده. اه من حقك انك تفكر في كده، بس على فكره زي ما انت قلقان المدير الفني قلقان وبيفكر وبيحسب، اللعيبه قلقانه وتفكر وبتحسب، فكل ده كل ماتش وليه ظروفه وليه كل مدير فني ليه الياته يستخدمها امتى. اعتقد مثلا اللي هو اكيد من دلوقتي او من المباراه اللي فاتت بيفكر في مباراه القمه. سيبك من كل الكلام اللي بيتقال لازم يتصدر للاعلام ويتصدر للعيبه، احنا باصين لكل مرحله بمرحلتها. وانا عندي مباراه النصر مباراه قويه، لا هو عامل برنامج اكيد وعامل خطه، هقابل النصر ازاي، هستعد للقمه ازاي، هريح مين، هبص للزمالك ازاي. فكره اكيد عارف ان الزمالك مثلا هو كان بيلعب تونجيت ان هو بيلعب بالقوه الضربه وبيلعب بخطه هجوميه، فاكيد اغلب الاوقات يعني او تفكيرك لازم يروح ان 90% من التشكيل اللي لعب المباراه ممكن هو اللي يلعب مباراه القمه قدامي، فيذاكر المباراه دي كويس، يذاكر المباراه اللي قدامها اللي قبلها قدام المباراه كويس. كل دي حسابات. الوضع هيتغير الى اي درجه بعد خروج الزمالك من المنافسه الافريقيه بالمناسبه يعني؟ لا الوضع طبيعي ان الفرق في فرق كبيره تخرج من البطوله ونص، وفي الدور اللي جاي فرق اكبر هتخرج. الوضع مش هتغير بشكل كبير لان طبيعي ان يحصل متغيرات، يعني هتلاقي ممكن تلاقي المولوديه يخرج المره الجايه، صن داونز يخرج، هتلاقي طول الوقت ما انت بتتقدم في البطوله كل المباريات تكون اصعب بكتير. طبعا. لما الزمالك خلينا نقول كان له فرص في التاهل، انما
مش حابين نتعرض للموضوع، انما هو فرط فيها برضه بغض النظر عن اللي حصل في الجوله الاخيره يعني. طيب احنا فاضل دقيقتين، فانا هستغل ده برضه، احب اعرف وجهه نظرك خالد في فكره هنا الفرق. مين الفريق اللي شايف ان هو اداؤه لحد دلوقتي قوي جدا او حتى محافظ على مستواه؟ في الظروف اللي احنا فيها دي مستحيل تلاقي فريق يحافظ على مستواه او حتى ثبات بشكل كبير. ظروف ضغط المباريات بتخلي كل الناس تفكر انا اخرج ازاي بالنتيجه اللي انا عايزها باقل الخسائر اللي لك هتحصل قدامك خسائر. انما اللي انا عايز اكد عليه في الختام ان مباراه القمه للنادي الاهلي مباراه صعبه صعبه وصعبه جدا على الاهلي وعلى الزمالك، خاصه ان الزمالك بيعد اعلاميا من امبارح من لحظه الخروج انه يقف وانه ينتفض قدام الاهلي، فده يصعب الموضوع اكتر ويحط على اللعيبه عندنا ضغوط اكتر ويقول لهم ان انت زي ما تعودت انك مش مستني مساندة حد، كفاية عليك مساندة جماهيرك. واحنا حلو ده بنتكلم واحنا شايفين وقارين المشهد كويس وبنشرحه للناس عشان نخلي الجماهير اكتر تكون واخدة بالها وعارفة السيناريو كويس وواقفة ورا فرقتها. يا مسهل، احنا للاسف وقتنا خلص في الفقره دي، بس طبعا سعدنا جدا كالعاده بوجودك معانا، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله نرجع نلتقي. رمضان كريم عليكم ورمضان كريم على كل مصر ان شاء الله وكل اهل مصر. رمضان كريم علينا جميعا، ويا رب يبقى شهر جميل وخير دايما كده، وان كل الناس يحصل معاها كده تغيير ايجابي في حياتها. يعني خلاص كده الحلقه خلصت، احنا هنروح بقى نحاول نتصور لان الصقر مستنيني. يا رب اعرف بس اتصور معاه الصوره دي. هو في صقر ونسر؟ ماشي. كنت هقول اسرع خطه هروب شفتها بتتنفس قدام عيني، تكسب للثانيه اخلت المنطقه. نورت الدنيا يا خدمه، نوركم دايما، نور حضراتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله غدا باذن الله. صباح الفل.